يا مساء الخيرات والسعادة على عيونكم كلكم. النهاردة معانا موضوع بيهم بنات كتيرة قوي، وقلت أكلمكم فيه. أول حاجة، ليه عندنا بنحب إحنا كبنات نعيش دور الضحية؟ يعني إيه دور الضحية؟ يعني دايماً بنحس ان احنا دايما مظلومين، احنا مقهورين، احنا عندنا عجز في واحد اتنين تلاتة. لا، انت اقوى بالله، انت اقوى انسانة بالله، لازم يكون عندك يقين انك قوية بالله. انت ربنا كرمك في القرآن، انت ربنا نزل في كتابه الكريم آية باسمك، سورة باسمك، سورة النساء، فانت كرمتي من الخالق، انت كرمتي من الخالق. اي حد تاني خلاص، اي حد قال عليك ولا الهوى ولا تسمعيله. انت بتاخدي ثقتك بنفسك من مين؟ من بشر مثلهم مثلك، ولا بتاخدي ثقتك من إلهك؟ ثقتك لازم تاخديها من إلهك وحده، مش من البشر. الناس في تلك الأحوال بيتكلموا، في الوحش بيتكلموا، في الحلو بيتكلموا، في جميع الأحوال بيتكلموا. لازم تقوي نفسك. بمعنى ربنا خلقنا كلنا مش بيرفكت، يعني مش كلنا نكون عارفين كل حاجة. في واحدة مثلا بتعرف تعمل حاجة، وفي واحدة تانية ما بتعرفش تعمل الحاجة دي، مش عيب، ده مش يقل منك، ده مش يقل منك او يقل من كونك كأنك امرأة، استحالة. انتي بتربي وبتخلفي وبتشتغلي، انتي انسانة عظيمة، قدري قيمة نفسك، حب نفسك، دلعي نفسك. هتقولي ده ما فيش حد مقدر اللي انا بعمله، طز في كل الناس، مع احترامي ليكي طز في كل الناس. انت قعدتي يعني عايزة اقولك كم حاجة كده، يعني قعدتي مع نفسك كم مرة؟ اسأل كده كم اي حد كده اسأله سؤال، انت قعدتي مع نفسك كم مرة؟ تقولي انا من زمان ما قعدتش مع نفسي. ده بنتي نفسك في ايه تعمليه؟ عملت ايه بتحبي انتي؟ تقولي لا انا ما عملتش حاجة، انا عايش عشان ولادي، انا عايش عشان جوزي. لا لا، حبي نفسك لو حابة قد كده. عارفة يعني ايه حب نفسك لو حابة قد كده؟ بص لنفسك في المراية. على فكرة انتي لما تحبي نفسك صدقيني هتنعكس على الناس اللي انت عايش حواليهم. لكن انك تقعدي تفضلي تقعدي تدي 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 بدون مقابل، ما انت انسانة، ما انت هيجي عليكي طايم وهيجي عليكي وقت هتنفجري خلاص، هتقولي انا مش قادرة اكمل. ليه؟ لانك انت قاعدة تدي تدي. فلازم لما تيجي تدي ادي بحدود، يعني لازم يبقى فيه كده حدود، ولازم يبقى فيه لان بينك وبين الناس. ما بقولش اكره الناس، ما بقولكيش مثلا ابعدي عن الناس، لا، حب الناس بس بحدود، بلاش زيادة عن اللزوم. يعني عارفة مش عارفة بيسموها ايه، انا عايزة اقولها لكم بالانجليش، بس يعني بلاش يبقى فيه مثلا انك تفضلي الناس عن نفسك. لا، انتي مش فاضية تعملي كذا ومشغولة، قولي لا I'm sorry، مش تيجي على نفسك وتضغطي نفسك كرمال الناس. دي حاجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده الدين بتاعنا بيقول كده. ليه أتعب نفسي ووجع قلبي كرمال الناس؟ أنا منهكة، أنا تعبانة بشياكة، أنا قاسة، أنا مش هقدر أعمل كذا، مفيش فيها أي مشكلة. اتعلموا تقولوا لا على الحاجة اللي انتوا مش قادرين تعملوها او غير قادرين انكم تعملوها. انتوا مش روبوت،
لازم تعرفي قيمة نفسك. عارفة يعني ايه لازم تعرفي قيمة نفسك؟ انتي مش جاية الدنيا علشان تطبخي وتغسلي وتطبخي، لا، انتي اكيد في، اكيد ربنا خلقك لهدف تاني اسمى اكتر من كده بكتير. انت خليفة الله في الارض. عارفة يعني ايه انت خليفة الله في الارض؟ لازم تقدري نفسك، لازم تحبي نفسك، لازم تتعودي تقولي الحاجة اللي انت مش قادرة تعمليها، لا انا اسفة انا مش هقدر ان انا اعمل كذا. اوعي تيجي على نفسك، انت بتيجي على نفسك ثم صحتك، كرمال مين؟ كرمال الناس. وفي الاخر انت اللي بتتعبي. لازم تقدري نفسك كإنسانة ربنا خلقها. تقدريها ازاي؟ تدوري على احتياجات نفسك اللي انت عايزاها وتعمليها، مش تلبي احتياجات الناس على سبيل احتياجاتك انت. دي حاجة. الحاجة اللي بعديها، احنا عندنا ثقافات غلط لازم نبطلها. لازم نقعد مع نفسنا شوية، ننفصل عن العالم الخارجي، نقعد كده مع نفسنا كده، نقعد نفكر، نستمتع بكل حاجة ربنا خلق، نتأمل في ملكوت الله. يعني شفتوا، نتأمل. احنا ما عاد عندنا وقت ان احنا حتى كمان مش نتأمل، نبص لنفسنا. حتى تلاقينا بناكل واحنا بنجري. احنا لازم نتعلم من الفيديو ده حاجتين، انك تاخدي ثقتك من الهك، دي حاجة. الحاجة التانية، اتعلمي تقعدي مع نفسك شوية، اتعلمي تقعدي مع نفسك شوية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير.